عودة إلى المتابعة، نحن وياكم كمان مرة بعيدكم بفترة الأعياد المجيدة، وعم نترافق نحن وياكم بين استوديوهات البيروت هول عالم صباح وبين منطقة مغدوشة غدا اللي موجودة بهذيك المنطقة مع أجواء العيد والهدايا وميلاد وشادي كمان هني مع هونيك. رح ننتقل بعد شوي لعندها، بس قبل خلينا نتشكر كمان مشاركتكم معي على صفحة الفيسبوك. عليا العتر، شوفوا دايما مبسوطين، هادية كشك، سوزي صفا، الفرحة الكبيرة بتكون بجمعة العيلة أكيد دايما. جون هارد، كل سنة وأنتم طيبين. ممكن سؤال المعلم الرئيسي لبيروت، ما فهمت عليك. إيزابيل عي، صباح الخير، أكبر فرحة لما نقدر نساعد المحتاجين بالعيد. طبعا نحن بنتمنى كل إنسان يتحقق أمنياته وأحلامه بهالفترة هيدي، والإنسان من دون حلم أكيد ما بتحقق شيء، لازم الإنسان يحلم لا يطمح لقدام ويحقق اللي بده اياه. خلينا نروح هلا نشوف شو حققت لليوم هانيا مع وصفتها الرائعه اللي دائما لزينه عيد الميلاد. مثل ما بتعرف جوزيف، العيد خصوصا النوال ما بيكمل الا بالبوش، وكل حدا صار عم يتفنن كيف بده يعمل بوش. صرنا كنا بالأول شوكولا، بعدين صرنا على فاني، بعدين صرنا كاستنا. أنا اليوم عاملة بوش بالكراميل، الكراميل يلي فيه ملح، كراميل أوبير سالي، يلي هو هلأ أكتر شي عم نشوفه، إنه وقتها منحط رشة ملح على أي وصفة فيها شوكولا أو فيها كراميل بتبرز لنا النكهة أطيب وبتعطينا طعمة أطيب، ما منحس بالمالح. يعني الناس اللي بتخاف من قصة إنه في حلو ومالح مع بعضه، صدقوني ما بتحسوا بالطعمة بس بتبرز النكهات أكتر. أول شي حبلش أنا بعجينة البوش. بلشت خلطت خفقت بياض، ثلاث بيضات لحتى طلعوا وصاروا قاسيين. بهالوقت بدي أنا أخلط صفار، أربعة بيض مع 75 جرام سكر، أكيد ما ننسى الفاني، تقريبا نص ملعقة فاني. نخلطهم سوا قبل ما نبلش نضيف الطحين، نضيف الطحين ونخلطهم مع بياض البيض مثل العادة من تحت لفوق لحتى ما يهبط الخليط تبعولنا. لهالوقت أنا حضرت صينية لعجينة البوش. صينية فينا نستعمل صينية الفرن، أهم شيء إنه يكون البر تبعها صغير لحتى نقدر نشيلها، وأكيد لازم نحط ورقة زبدة على القد، منحط شوي زبدة من تحت لنلزق الورقة لحتى ما تهز معنا. حضيف على الخليط تبعولي 75 جرام طحين، هيدي الوصفة ما بتكمل إلا إذا حضرنا لها لوبات محمصة أكيد ومطحونة خشنة مش ناعمة، فينا أكيد ندقها وفينا نطحنها بالمطحنة. هيدا الخليط عندي صار جاهز. أنا حضيفه على البياض البيض اللي عندي، بخلطهم سوا على ايدي لانه دايما بياض البيض هو يلي بيعطينا الفوليوم تبع العجينة، وهيدا طبعا مش كيك عادي، هيدا بدنا اياه نحن يقدر يلف معنا بدون ما يكسر وبدون ما يتخزق، لانه بدنا يبرم ويعطينا شكل كتير مرتب. ما تخافوا ابدا، سهله كتير، جربوها. كنت حابه اعمل بنفس الوقت خلطه الكراميل، بس طبعا السكر لازم دائما نراقبه على النار، ما فينا نتركه ابدا لانه اذا احترق السكر بيعطينا طعمه ابدا مش حلوه، لازم وقت ندوبه
يعني نوصل لدرجة معينة باللون قبل ما نضيف عليه كريم، الكريم فريش السخنة والزبدة. هلا بتشوفوا كيف الكريم الكراميل حيطلع كأنه توفي يلي بناكله بالبونبون، إذا بينصب بقوالب بيطلع بكل سهولة بونبون بالكراميل. هاي أنا خليطي بلش يصير جاهز، بقدر ضيف عليه الزبدة اللي أكيد لازم تكون دايبة، ما فينا نضيف عليه شقف زبدة أبدا. هي الزبدة كانت دايبة بس بلشت تجمد على السقعة اللي أنا فيها، كانت هون الاي سي كتير قوي. هاي الخليط جاهز، منحطه بالصينية ومنمده أكيد بالسباتول، منخليه يتساوى كله بقلب الصينية. هلا بنرجع لعند جوزيف وبعدين بنشوف البوش كيف حتطلع معنا. جوزيف ثانك يو لك هانا، شهيتينا. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين كمان نقلتنا من عالم الصباح من مخدوشي. غدا صباح الخير عن جديد، كيف الاجواء عندك؟ شادي مصطفى، شادي جماد اسمعني، يعني لا باستوديو بيمشي الحال معك ولا برات استوديو؟ احنا على الهوا شف شادي. اوكي انت صباح الخير، ماشي الحال؟ كيف وضعك اليوم؟ أنا ماشي الحال تمام، حسك منيحه منيحه كثير 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 اليوم. كيف احوالكم؟ سلوا على شف، يلا قولوا من حبك يا شف شادي، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، ينعاد على كل مغدوشه، وينعاد كمان على كل المشاهدين. هاي كيفك؟ ايه على اسم بنتي ماشي صبطيها يعني هيك. على انت اخترتيها بابا نويل. فيك تعطينا هدية؟ يلا اعطينا هدية بابا نويل. واحد تفضلي ريبيكا، مين كمان بعد كمان هدية يا ام المعروف؟ هيدي الهدية لمين؟ هيدي الهدية لهون. واو قد عمرها؟ قديش؟ يعني كل واحد عمره 4 سنين لحد الخمس سنين. يلا اوكي هدية وين؟ قديش عمرك؟ 7. لكن ما في هدية بلا، خود يلا. مين كمان؟ قد عمرك انت؟ 5 سنين. تفضلي هذا هيدي لك يلا. مين عمرك؟ لا مين عمرك 5 سنين؟ تفضل يلا. مين عمره لورا هلا 5 سنين؟ يلا حرام. يلا من عمرك 5 سنين؟ لا هون لا 12 لا 5 سنين قلنا 5 سنين. نو نو بكون تقعدوا بكون تقعدوا اعملوا معروف بكون تقعدوا لانه ضعنا. يلا اعطينا هدول بليز للخمس سنين. اوه هذا للخمس سنين كادو، برافو. يلا كادو بعد كادو 5 سنين. لا له لا له لا له بايده بايده، برافو برافو برافو. يعني شو بدي اخبركم؟ يلا يلا هلا هلا جايين. يلا يلا يا غدا 5 سنين، بدنا نقعد بدنا نقعد اعملوا معروف. بابا نويل 5 سنين. يلا هون في كمان، لا في كمان هذا الولد هون. ويلا برافو، اعطيني بوسي 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 بوسي. إذا مثل ما شايفين احنا الأجواء هونيك غير شكل بمخدوشي، الهدايا عم تتوزع، فرحة الأولاد ظاهرة على وجوههم إن شاء الله. ينعاد عليك بالصحة والعافية وين ما كان، كيف أحوالك؟ ويبقى ولا ولد بردان ولا ولد ما يصلي على عيد الميلاد. تفضلي إن شاء الله تنعاد على العالم كله يا رب ويطولنا عمرك وتضل كمان السيدة حالكم وأنتم كمان الله يحرسكم والله يخليكم بهالهمة كلكم سوا يا رب.
الله يخليك، الله يخليك هدية هون مدام، هاي اعطيتيها هدية؟ اوكي اخذت، اوكي اخذت هدية بشوي ولا شيء، ولا شيء، اديني اسمعي. اه يلا ينعاد عليكي بالصحة والعافية، ثانك يو. بعد ما اخذت انت يلا، ما اخذنا انا وياك، مين بعد ما اخذ؟ مين بعد ما اخذ؟ كم مرة أنا هدية؟ هدية واحدة، هيدي هون واحد، هيدي هون 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 هون، لا لا هون هون هون، لا لا هون هون، بليز بليز الصغير يعمل لي معروف للصغار، للصغار خمس سنين. نرجع لورا، نرجع لورا، لحظة شوي خليكم معنا، نرجع لورا. مبلا مبلا مدام نعطيهم يلا شوي شوي. إيه الله يخليك يا رب، بونجور. يلا هلا هلا بدنا ننطر شوي يا حلوين، بدنا ننطر شوي لانه بعد شوي رح نرجع نعطي هدايا، بعد شوي صغيره بلا بدنا ننطر. عرفت اوكي وين؟ بس هديه وحده لشخص واحد. اوكي يلا هديه وحده لشخص واحد هون، اعطيها لها هي هون، خديها بايدك قلبي، خديها بايدك قلبي هون هون. ثانك يو لك شيف، ثانك يو غادة، رح نرجع لكم بعد شوي طبعا. واجواء العيد مستمره بمنطقه مغدوشي مع عالم الصباح، ونحن مستمرين معكم من الاستوديو، واجواء العيد مع صفره نويل وهانيا بورشه ملح. جوزيف انا بلشت نهاري اليوم بشيء انت حبيت كتير شكله، انجاص يلي حطيت عليه عجينه الباف بيستري وطلع على شكل انجاصات مهضومه بتقدر ناكلها مثل التارت، هي اصلا طعمتها مثل التارت. هلا بدي بلش حضر لها الكريم انجليز تبعولها يلي هي عباره عن 500 ملي لتر حليب، يعني تقريبا نص لتر حليب، أربع صفار بيض، أكيد ما ننسى الفانيلا تبعولنا، والسكر تقريبا ربع كوب سكر. هيدا الخليط أنا لازم أخلطه كتير منيح قبل ما أحطه على النار، والنار بدها تكون كتير هادية لأنه أنا بدي يجمد بس مش كتير لحتى يضلوا على شكل صوص. وما بدنا ابدا انه البيض يستوي جوا، بدنا البيض يعطينا الكثافه يلي نحن بنطلبها. مثل ما كنت عم خبركم مشاهدينا انه الكريم انجليز هي وصفه تقريبا بترافق كل وصفات العجاين بلندن، بحبوها كتير، بيعملوها كتير مع البرياش، مع الخبز، مع التارت، إذا كانت التارت ناشفة بلا كريم هي بتشبه شوي الكريم باتيسير. أهم شيء إنه نحنا بدنا نكون عم نحرك كل الوقت لحتى ما تجمد أبدا، لأنه مثل ما بنعرف إنه صفار البيض بيعطينا كثافة للحليب. وأنا كمان بهالوقت دوبت الشوكولا بالكريم فريش السخنة، شوكولا قطعته مكعبات صغيرة 100 جرام شوكولا، وحطيت عليهم تقريبا كوب كريم فريش سخن، وحركتهم مع بعضهم لحتى عملوا لي التشوكلت صوص تبعولي يلي ممكن نحطها على أي تشوكلت كيك، وممكن نزين فيها الانجاصات يلي هلأ حنشوف كيف. الصوص تبعولي تقريبا بلشت تجهز، ما بقى بحاجة أنا أبدا للفوي، صار لازم استعمل ملعقة خشب حتى لونها بيشبه كتير الكريم كراميل. الكريم انجليز بلشت تجهز، وكمان حبلش دوب السكر لحضر الكراميل وبيغ سالي يلي انا بدي استعمله لاحشي في البوش دو نويل يلي حطيتها اوريدي بالفرن، وهلا بتشوفوا كيف حتطلع سبونجي وكيف حنقدر نلفها ونعطيها الشكل يلي بدنا. بما انه قريبه صرت بقدر دوب السكر انا وموجوده حده،
أكيد على نار هادية. مثل ما انا شايفين، ما بعرف إذا في ستات مثلي أنا بقدر أعمل كذا شغلة مع بعض بالمطبخ، حتى لو كانوا الأشياء هيك يعني دقيقين وبدون متابعة. في ناس لا، بتخلص من شغلة بتنقل على شغلة. أنا من الناس اللي معروفة إنه كتير سريعة، بس هيدا ما بيمنع إنه بصير المطبخ عندي، ما حقول الكلمة، انفجار. بس صفرتي مع الديسير مع كله بيقدر يحضر بوقت كتير سريع وكتير قياسي، لو قد ما كانت الاشياء بدها وقت او بدها دقة. هاي السكر بلش يدوب. كنا عم نحكي عن الكراميل قبل، الكراميل لازم نترك السكر يدوب لحتى يصير لدرجة معينة اكيد من اللون الكراميل، بس لازم ابدا ما نتركه يحترق، لانه اذا بيحترق بيعطينا مرورة ابدا مش طيبه على تمنا، تنزع كل شيء عملناه. كريم انجليز جهزت، هلا حفرجيكم كيف التست بينعمل لنعرف انه هيدي الكريم صارت خلص ما بقى بدها نار. تست الملعقه بيقولوا له، نعمل منمرق الصوص على الملعقه، منمرق اصبعنا، لازم ما يختلط ببعضه. انا هلا بين انه بعد بدها شوي نار، بس ليمرق اصبعنا على ملعقه الخشب ونلاقي انه مرجع اختلط وضلوا معلم الاصبع، يعني كريمتنا صارت جاهزه. فينا اذا منخاف كثير من النار فينا نستعملها، نعملها بالبامغي، يعني منحط تحتنا طنجره ثانيه اكيد اكبر وبيكون فيها مي سخنه، هيك بتاخذ وقت اكثر بس بتكون امن علينا ما انه تلطع او يحترق البيت فيها. جوزيف حنرجع لعندك، واكيد اخر شيء بنشوف سوا شو حيطلع معي اليوم انا للعيد، وان شاء الله ان شاء الله سفرتكم اذا بتكون من وراي تكون غير شكل. بتعرفي هاني هيك بحس الحلو رايق معك، هيك روعه الروعه بالحكي، نفس الصفاء الحلو اللي حندوق طعمته بعد شوي. ثانك يو لك هاني، بنشوفك مره بعد شوي بوقفه طويله. نحن وياكم مكملين عالم الصباح والاجواء ما بين استوديو عالم الصباح بالبيروت هول وبين مغدوشي. انا بدي اشكر كمان يلي عم تواصلوا معي عبر صفحه الفيسبوك باجوبه كثير حلوه، طبعا كيف بتكون بالنسبه لهم فرحه العيد وكيف بهجه العيد. اهم شيء كل عام وانتم بالف خير بالسلام والصحه الدايمه يا رب، وتكون سنه 2015 سنه خير على الجميع، ونكسر الجرار قد ما فينا ورا كل شيء مش منيح صار بال 2014 يلي بالفعل ببعض المطارح ما حبيناك كثير. 2015 ان شاء الله بنحبه اكثر. نحن وياكم بريك قصير، بعدها بنعود للمتابعه مع تي في شوبينج ودومينيك، خليكم معنا.